السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في قناه يوميات سوما المصريه. والنهارده معانا فيديو جديد. صباح الفل، صباح النشاط، صباح الجمال على عيونكم. النهارده معانا فيديو تحفيزي وفيديو نشاط كده وتحدي الكسل كده. النهارده هنعمل ايه مع بعض؟ هنرتب الصاله زي ما انتم شايفين. الصاله يعني زي الزفت زي ما بيقولوا. عايزه ترتيب كتير، عايزه بقى كده ايه يعني نفضة كويسة زي ما بيقولوا. زي ما انتوا شايفين دايما الناس بتقول لنا انتوا بتبقوا موقعين المخدة عشان تقولوا ان احنا هننفض. لا خالص والله، هو كده الوضع زي ما هو. زي ما انتوا شايفين كده اللحواسة على الارض، كل يعني مطرح الاكل بتاع البنوتة، اللعب، الحاجة زي ما هي اهيت، كل حاجة متفركشة، مفيش حاجة في مكانها خالص. اهو التراب اهو زي ما انتوا شايفين بسبب الشباك ده. اهو الشباك في وش على طول اهو في وش على طول الدفاية، فعندي دايما بيبقى دي عليها تراب كده يوميا بالشكل ده. هنبتدي نعمل ايه مع بعض؟ هنبتدي بقى ان احنا نروق الدنيا دي كلها مع بعضينا كده ان شاء الله. طبعا اول حاجة عندي ديت هدوم كده هتتغسل، كده الهدوم دي هتتلم ونحطها كده في الغسالة علشان نشوف هنغسلها ان شاء الله. وبعدين بعد ما هودي الحاجات ديت وكمان برضو هدخلها في مكانها وارجع لكم مرة تاني كده. تمام، شلت اللعب، فاضل بقى ايه؟ طبق الفاكهة ده نرفعه في مكانه، والكحك والبسكوت دوت برضو نشيلهم في المطبخ، وكمان شلت الغسيل اللي كان هنا علشان يتغسل زي ما قلنا. وهنبتدي ان احنا نرفع كده اول حاجة العيش من على الارض الريموت. ودلوقتي بعد ما خلاص لميت الحاجة في مكانها هبتدي ان انا بس ارفع ديت كده احطها برضو مؤقتا هنا كده. وجبت بقى دلوقتي ونرفع المنديل ده كمان كان مستخبي تحت. هجيب بقى المكنسة بتاعتي وهبتدي بقى ان انا اشغلها. هنشفط السجادة قبل ما نخرجها على الحبل، خليكم معايا. وبعد كده ما عملتها زي ما انتوا شايفين شفطتها كويس جدا وبقت زي الفل. ايس الجنب يا جماعه، اي اصوات عادي جدا. هبتدي بقى ان انا المها علشان اخرجها على البلكونه علشان تتشمس عقبال لما نخلص اللي احنا هنعمله جوه في الصاله. فهبتدي ان انا المها كلها وهرجع لكم مره تاني وهحطها على الحبل كمان. ودلوقتي بعد ما فضينا الصالة اللي هناك ديت هنبتدي بقى دلوقتي بالمكنسة برضو نعمل السجادة دي زي ما عملنا السجادة التانية علشان برضو نهويها ونشمسها على البلكونة. خلصنا كده السلطين يا جماعة، هبتدي بقى دلوقتي ان احنا نطلع على الشبابيك هنلم الستاير. وطبعا هنلم الستاير بعد ما ننفضها كويس زي ما انتوا شايفين. مش عارفة باين عندكم ولا لا التراب بيطلع ازاي. اهو سهلة جدا تتنفض بالطريقة دي. وبعد كده هبتدي ان انا ابرمها الفها علشان نبدأ ان احنا ننفض الشباك كويس. ودلوقتي بعد ما برمناها نبتدي بقى ننفض الشباك كويس. القمر اللي سألتني على الفرشة، الفرشة هي يا جماعة بتطول من هنا، الحتة دي بتتبرم كده وبتطول وبتقصر بس مش كتير يعني، بتطول حاجة بسيطة. ديت كنت شارياها تقريبا من 6 شهور 8 شهور حاجة كده يعني، كنت شارياها ب 12 جنيه، الله أعلم هي دلوقتي بكام. هي جميلة جدا وبتنفعني في الحاجات دي. هبتدي بقى دلوقتي إن أنا إيه نعملها مع بعض كده. بالطريقة دي بصوا هنا دايما بيبقى فيه زوايا كده، لو نفضت مفيش حاجة هتيجي، فلازم ان انا اعملها كده كل الزوايا دي. حتت المستخبية ديت بتبقى جميلة جدا الفرشة دي معاها.
وبعدين هنيجي هنا للمكان دوت، اشيل بقى كده منه الحاجات دي كلها، كل الحاجات دي علشان اقدر ان انا امسح كده كويس. كل الحاجات دي هشيلها وهرجع لكم تاني كده. خلاص فضيتها من كل حاجة، وزي ما انتوا شايفين كمية التراب، كمية التراب دي عندي يومي بشكل يومي بسبب الشباك. فهبتدي بقى ان احنا نمسح كده قبل التلميع طبعا، دي مسح كده بسيط للتراب بالشكل ده، نضفها كده نخليها زي الفل كده، فلة بتبرق كده. والرخامة دي عشان ألمعها أنا بعملها معاملة الإزاز، بجيب كده ملمع الإزاز وبرش عليها بالطريقة دي عشان ألمعها كويس بالشكل ده. بتبقى جميلة جدا. وهبتدي أنزل على الشاشة اللي تحت دي برضو هلمعها كويس. واي مكان خشب بقى بيقابلني زي النيش كده، الاماكن الخشب بس الازاز بلمعه اخر حاجه في الشقه خالص بالجرنان والملمع الازاز برضو. ببتدي كده ان انا امشي عليها كده الفرشه برضو هنا كده فوق، علشان ما يتكونش عليهم اي تراب. الاباليج كل حاجة بمشي عليها كده مشية سريعة تمام. ودلوقتي هرجع الحاجة هنا في المكان دوت بالشكل ده اهو، كل حاجة بقت متلمعة وتمام. نبتدي بقى نروح على الصالة التانية كده، الصالة دي جاهزة خلاص على اخر حاجة الكنيس. وهنطلع كده الكشاف بتاعنا كده فوق عشان لما نيجي نكنس تمام. هنا بقى هبتدي ان انا انفض الحاجات دي كلها بالطريقة العادية جدا، من قدام ومن ورا تنفيضة حلوة كده عشان اي غبر عليها او حاجة مش متشافة تطلع. وهبتدي ان انا ادخل كل الاكياس والحاجات دي كلها في اي اوضة او في اي مكان لغاية لما انفض الركن كمان عشان تبقى خفيفة معايا في الحركة. وهبتدي بطريقة بسيطة خالص كده، الشلت الكبيرة هنفضها باي قماشة عندك علشان التراب اللي متحاش هنا في الاماكن دي يخرج قبل ما ندخلها اي اوضة بالشكل ده. وكده بعد ما شلت الشلت والحاجات من على الركنة زي ما انتوا شايفين كده، هبتدي زي ما قلنا اول حاجة نلم الستاير ننفضها كويس علشان اي تراب فيها يخرج، وبعد كده نلمها علشان خاطر ما تلمش التراب معانا. ودلوقتي فضيت كده الركنة من الشلت زي ما انتوا شايفين كده، هبتدي بقى ان انا انفضها كده وهخلص تنفيضها. وهعمل ايه؟ هبتدي ان انا اكنس الصالة دي علشان اجيب الركنة انقلها هنا. وهنا فضيت كده الركنة زي ما انتوا شايفين وحطيتها في الصالة التانية اهو. هبتدي بقى دلوقتي ان احنا ننفض الشباك مع بعض، بس الشباك دوت غير التاني، السلك هنا فيه ضيق شوية مش هاخد راحتي في الفرشة، فدوت هنفضه. طبعا الازاز ده بصوا ده كده هيتلمع دلوقتي، شايفين ده كل ده هيتلمع دلوقتي. ودلوقتي خلاص خلصنا تنفيض وتلميع الشباك، هنبتدي بقى دلوقتي كل اللي احنا هنعمله ان انا هكنس الصالة التانية زي ما انتوا شايفين فيها كده شوية تراب وشوية كده مناديل. نكنس بقى الارضية كلها بنفس الطريقة دي، وهرجع لكم مرة تاني نشوف هنعمل ايه مع بعض.
ودلوقتي خلاص خلصت كنيس الصالة، هنبتدي بس كل اللي انا هعمله همسح الصالة دي زي ما انتوا شايفين كده. المية اللي معايا فيها زي ما قلنا قبل كده الحاجة اللي انا بحبها البرسيل الجل، طبعا بيبقى ريحة وتنظيف. حابة ان انت تعقمي ممكن تحطي ديتول، بس انا بحب احط شوية ملح كده عشان الطاقة السلبية زي ما قلنا قبل كده. وبعد ما هخلص مسيح الجزء دوت هرجع كده الركنة في مكانها وهكمل مسيح الصالة كلها على بعضها. هخلص انا بقى مسيح وهرجع لكم مرة تاني. وقبل ما ارجع لكم مرة تاني، يلا اي حاجة عندك قومي اتنشطي كده واعمليها معايا، شغلي التليفون وخليه كده عندك نشاطة، عندك نشاط وتحفيز ان انت تقومي تعملي. انا مستنياكم، يلا ارجعوا لي بسرعة وانتوا بتعملوا كده، شغلوا الموبايل جنبكم علشان خاطر بس يبقى عندك كده طاقة إيجابية وتقومي كده ان انت تعملي الحاجة بتاعتك. هخلص بقى وارجع لكم مرة تاني. ودلوقتي خلاص خلصت مسيح، زي ما انتوا شايفين كده الأرض بقت بتبرق، شايفين السيراميك بيبرق ازاي. بصراحه البرسيل او الجل او العادي او اي حاجه ايا يكن، يعني الحاجه اللي انت هتستخدميها في المسيح بتبقى جميله جدا زي ما انتم شايفين، بتدي لمعان حلو جدا للسيراميك. هبتدي بقى دلوقتي، ورجعت كمان الركنه في مكانها، هبتدي بقى دلوقتي ان انا ارجع كل المخدات احطها في اماكنها، وكمان افرد الستاير علشان خاطر نكمل، واحط بقى السجاد وارجع لكم مرة تانية بعد ما اكون فرشت بقى الصالتين عشان اقول لكم وصلنا ليه. خليكم معايا. وبكده يا جماعة نبقى خلاص خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة، وزي ما انتوا شايفين فرشت الصالة، حطيت كده الحاجات بتاعت الركنة كلها، الشلت والمخدات، حطيت كمان الترابيزة بعد ما تلمم مع الازاز بتاعها اللي هي الرفوف ديت، الرفوف الخشب ديت ظبطتها بالشكل دوت. و كمان الصالة التانية خلاص خلصت زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي، انا بس مش هعرف اروح هناك علشان خاطر ما اظهرش. الازاز بتاع النيش اتلمع، الحاجة هناك كده على الدفاية اتلمعت، الأرضية اتمسحت، كل حاجة اتشمست واتنفضت على الحبل. وبكده الفيديو بتاعنا يكون انتهى النهاردة، أتمنى أكون فدتكم النهاردة وقدرت أديكم كده طاقة إيجابية تقدروا تقوموا وتشوفوا اللي وراكم. يلا بقى تحدي الكسل معايا إن شاء الله، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو تاني. ما تنسونيش بقى لايك وشير وسبسكرايب، وهستنى بقى تعليقكم الجميل تقول لي إيه رأيكم النهاردة في الروتين الصباحي النشيط دوت. اتمنى كلكم تعملوه، واللي هيعمله يقول لي تحت في التعليقات. واتمنى يكون الفيديو بتاعنا عجبكم. واخر حاجة اقولها لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.